أعزائي المشاهدين وصلنا إلى فقرة أنت السائل من هذه المنطقة صهبان، تابعونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من؟ الأخ عبد الله عباس العيدروس. حياك يا عبد الله. أهلا وسهلا بك. أنت في ضيف فقرة أنت السائل. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا أدي لك الآن خطوات أنت السائل، بس تدي لي الآن أول حاجة سؤال. أعزائي المشاهدين نسمع منه سؤال، أدي لي أي سؤال. إيش من سؤال؟ ثقافي إسلامي؟ ثقافي إسلامي إيش من؟ أي سؤال، ثقافي إسلامي ديني لغز أي حاجة. في أي سنة فرض الصيام؟ في أي سنة فرض الصيام أعزائي المشاهدين؟ في السنة الثانية؟ ثاني؟ في السنة الثانية. لا حد يسمع، لأنه عتقرح عليك الجائزة. ما هو مكتوب. طيب، هذا في رصيدك الآن 30,000 ريال. في رصيدك كم؟ 30,000 ريال. أنا أسأل 6 أشخاص، أي واحد يجاوب ينقص من رصيدك 5. أوكي. ما جاوبش كلهم رزقك. ما هو مكتوب، نتوكل على الله. وأنت شي يجاوب ولا ما يجاوبوش؟ أنا من رأيي نص بنص، لا نظلمهم ولا نخسر إحنا. إن شاء الله، إن شاء الله يجابوا ولا ما يجابوا؟ إن شاء الله أنهم نص يجابوا ونص ما يجابوش. نشوف أعزائي المشاهدين، يلا بسم الله نبدأ بأول واحد. بسم الله. بسم الله. اسمك؟ عبد الجبار أحمد عبدو. حيا الله عمي عبد الجبار. الله أبقى. طيب، الأخ بيعطيك سؤال، وإذا جاوبت عيدي لك جائزة، ما جاوبت حظك. إن شاء الله. ادي لها السؤال. أخ عبدو، في أي سنة فرض الصيام؟ شهر رمضان. في أي سنة؟ في أي سنة فرض الصيام؟ أي شهر؟ بشهر رمضان مو. ما أنا عارف هذا. سنة شهر؟ لا. إجابة ما أش عارف. إذن عادك محتفظ برصيدك. نشوف الثاني. شكرا لك يا عم عبد الجبار. شكرا لك، سلم علي ولا خلاص إحنا دين لك جائزة، ما تسلمش علي؟ لا سلم. يلا شكرا لك. يلا بسم الله. أخ أحياء، إن شاء الله أنك ما تجاوبش ولا لك علم الإجابة. في أي عام أو في أي سنة فرض الصيام؟ فرض الصيام بالهجرة. سنة كم؟ السنة الميلادية، يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه، في أي عام كان معك السنة الأولى؟ عام الفيل. عام الفيل؟ أيوه، يعني عام سنة ألف و يعني بعام الهجرة، يعني مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي عام بالضبط؟ حدد عام 1999، عام 1000 كذا. لا تغلط، في أي سنة هجرية؟ هجري هجري مش ميلادي. أيوة هجري. ها بسرعة. هجري بعام 1000 1000 و100 هكذا، أو 1042. ألف مبروك إن شاء الله إنك تحصل جائزة مرة ثانية. يلا شكرا لك. النسير الشخص الآن الثالث. اثنين ما جاوبوش. إن شاء الله إنه ما يجاوبش. إن شاء الله إنه ما يجاوبش. قلت عاد قسم أنا الصايب. قاطع من الأول والثانية. يلا بسم الله. يلا. في أي عام فرض الصيام؟ في شهر رمضان. في أي عام بالضبط؟ عام 1930. ألف مبروك. الإجابة غلط. في أي عام فرض الصيام؟ في أي عام فرض الصيام؟ في أنت طالب صف كم أنت تقول لي؟ تاسع. تاسع أكيد أنت عارف. في الثاني في شهر الثاني للهجرة. أدنا يا أنا أشتي جواب نهائي. ها في أي عام؟ في أي عام؟ مش في الشهر، في أي عام؟ في عام. في سنة كم؟ في السنة الثانية للهجرة. في السنة الثانية للهجرة. قال لك في السنة الثانية للهجرة طالب في صف تاسع، وأنا زعلان من الأخوة اللي سألناهم ما مش عارفين. وهم بكالوريوس. بكالوريوس أمانة. أعزائي المشاهدين، بكالوريوس ما عرفوش يجاوبوا على هذا السؤال. صيام دين ركن من أركان الإسلام، المفروض حافظ له حفظ. الطالب منو؟ عماد طاهر. عماد طاهر تستاهل 5,000 ريال، تفضل. يستاهل. خمسة ألف. يلا
في أي عام فرض الصيام؟ ركز في الإجابة. في أي عام، في أي سنة فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة. رزقه. رزقه. خلاص. صف كمان؟ صف 30. تاسع. هذا أصحاب تاسع كلهم جاوبوا. يا سلام. خمسة. الدرس الأخير الإسلامي قوي. أيوة. شكله قوي الدرس الإسلامي. تفضل عد الزر. خمسة. شكرا لك. أخي العزيز كم في رصيدك؟ كم؟ المبلغ كامل كم كان؟ الآن 30. 30 سئلنا 6 أشخاص. جاوبوا 2. 10,000 ريال خسرنا من الرصيد. كم باقي؟ تبقى لنا 20,000 ريال. كم باقي لك؟ 20,000 ريال. وش كان السؤال؟ في أي عام فرض الصيام؟ للأسف الشديد 4 ما جاوبوش. واثنين جاوبوا. وهذا المفروض ما جاوبوا. أتمنى أنهم ما جاوبوش، لكن مكتوب ما يأخذ واحد إلا. أعزائي المشاهدين، متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية للهجرة. شهركم كريم وكل عام وأنتم بخير. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى فقرة ركز معي. الأخ مركز ولا لا؟ إن شاء الله. من الأستاذ؟ عمران العيدروس. عمران العيدروس. أيوه. العيدروس من هذه المنطقة. أيوه. يعني بحيدروس في حضرموت. هذا دليل إن اليمن كتلة واحدة وشعب واحد. على العموم ندخل في الموضوع. مركز قلت لي. إن شاء الله. طبق بيض رميناه عرض الجدار ولم ينكسر، كيف تم ذلك؟ لأنه فاضي. منو؟ الطبق. كيف حاله؟ حياه. الطبق ملأ لكن ما أقدرش تجاوب، والسؤال صعب. أنا أعذرك أخي عيدر عمران. نشوف واحد ثاني. طبق بيض، بيض رجمناه عرض الجدر ولم ينكسر، لأنه مكتوب ورقة. ما هو المكتوب في ورقة؟ البيض، الطبق البيض. طبق مكتوب في ورقة. في ورقة أدركوا عرض الجدر ما افتقش. ما افتقشت. ما اكتسرتش. قبل ما افتقشت. وإلا ما افتقشتش. إجابة غلط. ما هو شيء موجود هذا كان الحين رجمه. لم ينكسر. إيش أفعل لك؟ الله لا لا. تفضل. لم ينكسر لأنها لعبة. رجل بيض بشكل لعبة ولا لا. طبق بيض ملان يعني مكتمل ولا ناقص حبة. طبق بيض رمينا عرض الجدار ولم ينكسر. باش لا تعبوا هن باسلات. متأكد؟ أنا أستهري باسلات. باسلات أعزائي المشاهدين، وجواب غلط لأنه من بلاستيك. يعني مش بيض حقيقي. ماش حقيقي يعني. ها؟ طبق بيض رميناه عرض الجدار ولم ينكسر. ماش حقيقي هذا البيض. هذا البيض كذبي ولا بالعقل؟ ليش؟ لأنه مسروقة. ما هي المسروقة؟ البيض. البيض هم يسرقوا بيض. ها؟ لا لأني مسروقة. جواب غلط. طبق داخله حجار رجم كبوه ما ينكسر. يعني بيض من حجار. ايوه بيض. بيض من حجار. بيض. أين يصنعون هذا البيض من حجار؟ سكبوه هنسكيب. طبق بيض أول مرة أسمع طبق بيض من حجار. هم ينكسر الجدار. أيوة رمينا عرض الجدار. ولا ينكسر. أما البيض قد اكتسر كله. خلاص. لن ينكسر الجدار. الجدار ما قاعد. إذا شيء رميناه عرض الجدار ولم ينكسر. أيش ولم ينكسر؟ الجدار. أما البيض انكسر. الطبق البيض انكسر. إذن مبروك عليك. الآن ننتقل إلى مرحلة الجائزة. ما هي الجائزة؟ ما هي ما اشتيكوا يا جائزة. طيب الجائزة العم من قلت؟ عمي من أنت؟ أحمد عبد الحسين. يا عم أحمد الآن عاد اختار شخص من الموجودي اللي عاد اختاره. جائزتك متعلقة به. اختار لي واحد. اختار واحد وبس. شوف أيها يا شباب خلوه يختار. علي بالكوت تعال. السلام عليكم اخي من؟ بشار عبد الله سفيان. بشار عبد الله. اخي بشار اليوم مصير عمي احمد وجائزته بيدك. قل كيف؟ كيف؟ تعرف كيف يا عم احمد ولا لا؟ الان بنشوف اللي في جيبه من فلوس. كم ما في جيبه من فلوس نجيب لك مثلها. تطلع 1000، تطلع 10,000، تطلع 100 ريال، تطلع 20 ريال، تطلع كم ما طلعت. انت وحظك يا عم احمد. كم في جيبه؟ ولا ريال. شوف شوف شوف
كنت حتكلمني وانا عاد اجيب لك 3000 او 30000. ليش معك دكان قالوا؟ انا مع دكان. ما رايك يا عم احمد كيف نعمل؟ والله كم مشيكم انا على بعد رايكم. كم ما طلع بروسكم؟ كم ما طلع بروسكم؟ الا قبل الله. اعزائنا من المشاهدين، عمي احمد اختار بشار. بشار هو مع صاحب دكان، لو هو عارف انه خرج في جيبه فلوس علشان يخدم عمي احمد، لكن ما خرج حتى ولا ريال. الحراف. ولكن نتمنى لعمي احمد حظ اوفر. تابعونا في الفقره القادمه. وصلنا واياكم اعزائنا المشاهدين الى فقره مواهب وسواليف الريف. يوم نسولف ويوم نشوف مواهب. اليوم في هذا المنطقه الجميله اشجار المانجا، يعني تعطي على واحد الشعور بالراحه النفسيه وتؤدي الى مواهب حلوه. كيف او يعني تعجب تعجب او يعني او ماي جاد ماكش كات مين لا كاتون. طيب انا بيقولوا لي ابناء المنطقه هنا ان معك موهبه التقليد. ايوه ما هي موهبه التقليد؟ من تقلد بالضبط؟ اقلد الفنان شوتر. شوتر الفنان فهد القرني. الفنان فهد القرني يعني تقلده حبا فيه. او مجهز الادوات ضروري. ترى من الضيره هنا ضروري، هنا في مقرع هنا محل مزارع ومنقى، يعني نبره من الصبح نبره ونشبح مزارع ونسقيها ونعمل لها وجه ونشتغل، وبعدين كم منقى في مزله يا هتاك 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 ومزله. اشتفلت يا قلبي اشتفلت. ربك تعرف مزله؟ ما مزله مسلح قام منقه يا صح لك 20 درجه يا الامم كلنا من الخبر. ومبره كذا نقطه في منقى وكل حاجه ومبره وشلو ومبكم يا سلام. اسمع تصفيقه اسمع تصفيقه والله تمام جميل جدا يا سلام. شوتر امتياز جبته. طيب غير شوتر؟ غير شوتر يا محفوظ والدين. غير شوتر غير شوتر ابلك اسمه لي زنبقه. زنبقه ضروري تلبس زنبقه؟ لا شاطر. وربي بكبه حرام عليك تبوك تارد من محسن وانا هنا جالسه وربي بكبه ما يصلحش. ها وربي بكبه جلس هنا وربي كره يقول لك كره مو ذم كلام. شاطر لما الله لهب لك حركتم هنش مشلول قول كذا واكمل علي. يا سلام يا سلام تصفيقه يستاهل نحمسه. شوتر انتهينا. زنبقه ما شاء الله عليك. عاد في واحد ثالث؟ لا في عندي اغاني. يلا يجوز اغاني. لا المعلق الرياضي كلموني قالوا انك رياضي من الطراز الاول بتقلد فارس عوض. يقولون والله فارس عوض. يس فارس عوض اللي معلق حق الجزيره الرياضيه. ايوه سبحانه. يلا يقول في كره ملعوبه الان يعدي بوشا بوشا يحاول بوشا استلام بوشا دوران بوشا يوزعها لنور نور يحاول نور رفعيه يا الله هذا ما لا طاقة لي به هزازي الهزازي يهز الشباك يا رب يا الله بهذا الداهية. كيف حالك تصفيقة؟ طيب قبل ما نختم عاد في حاجة معك ولا نختم السواليف؟ والله كل شيء عندي. عطل تفرتش اتاك اتاك اتاك. أعزائي المشاهدين الريف مليء بالمواهب. معنا كذا جائزة بسيطة وهدية بسيطة مقدمة من قناة السعيدة. لا والله أنتم تستاهلوا أكثر وأكثر. ونلتقي وإياكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الكاميرا في الريف 4. أتاك أتاك أتاك.